وزميلنا خالد الشعبي بقى اللاعبات نشوف البندري هوساوي وعهود العماري. من ناحية استعدادنا للدور القادم بإذن الله بنسوي حنا اللي علينا، بنشتغل على إمكانياتنا وإن شاء الله فال التوفيق للجميع. قريتوا الخصم الشباب تعرفونه ولا؟ في بنات سبق وإن أنا لعبت معاهم في المنتخب، وفي بنات لا إن شاء الله نتعرف عليهم في نادي الشباب. مجال كرة القدم التفاهم لازم مطلوب، إنك عشان أنت تحقق إنجاز تفهم اللاعب، تفهم اللاعب وتفهم تحركات الخصم، تصنع كور، الموضوع يتطلب جهد عشان تسوي هذه الأشياء. بإذن الله مو بس حيفوز على الشباب، حيوصل العالمية، الهلال حيوصل العالمية بإذن الله، الهلال قدها. طبعا إن شاء الله نقول جاهزين، ويمكن جاهزين بقوة كمان إن شاء الله. وطبعا اللي يلبس تيشيرت الهلال ويعني يشيل اسم الهلال هذه بحد ذاتها مسؤولية، وإن شاء الله إحنا قد المسؤولية إن شاء الله على خير. في ديربي مع الشباب يعني خلاص قرب، الكل جاهز بس الميدان يحكم، وإن شاء الله إحنا قدها إن شاء الله بجدة، وبنروح بنلعب ونمثل الهلال إن شاء الله بأحسن صورة يا رب. اي ان شاء الله، كان اسمه العاصفه والان اسمه الشباب، حنلعب معاهم ان شاء الله الويكند الجاي ونهايه الاسبوع الجاي ان شاء الله كاول مباراه ان شاء الله في الدوري. جميل. اتكلم معك عهود، زي انتم ما بتلعبوا مع الشباب برضو الفريق الاول لكره القدم رجال بيلعب مع الشباب، تشوفين حظوظ الهلال الفريق الاول وين؟ ان شاء الله الهلال يفوز لازم، بس ان شاء الله خلينا نقول 2-0 مينيموم وان شاء الله خير.